بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ جولة جديدة في سوق التونسي الحضاري ورجعنا تاني للموبيليا. طبعا انتوا عارفين طول شهر رمضان كان الموضوع قليل جدا جدا، يمكن ما كانش فيه شغل كتير، وطبعا اجازة العيد كانت مطولة معاهم شوية، فابتدوا بقى النهاردة منزلين شغل جديد، يدوب لسه بيبدأوا يفرشوا يبدأوا يشتغلوا، يعني يعتبر ده اول شغلهم بعد العيد. كان عند شعبان الفيومي، شعبان الفيومي رقم 110 ألف الدور الأول مبنى ألف، ده رقم تليفونه عشان تقدروا تتواصلوا معاه على طول من خلال رقم التليفون. عندنا هنا في مشكلة صغننة كده، إن الحاجات دي اللي احنا هنشوفها دي ما كانوش لسه سعروها، تمام؟ فطبعا كانوا عايزين يصوروا وينزلوا الحاجات اللي عندهم، فكان لسه الحاجات بتترص ولسه بيظبطوها، وكمان يعني كانوا لسه ما حطوش اسعارها ولسه ما ابتدوش يقولوا هتتسعر بكام. فهنتفرج على الحاجات اللي عندهم. بصوا اوضه النوم دي حلوه جدا، جميله قوي. في كمان صالون هنشوفه كمان مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، عشان اللي هيروحوا سوق التونسي خلوا بالهم من السماسره، يخلوا بالهم ان خصوصا الناس اللي بتنزل على فيديوهات بتشوف حاجات معينه وبتنزل لحاجات معينه، خلوا بالكم وانتوا داخلين السوق هيقابلكم ناس كتير قوي رايحه فين، محتاجه ايه، عايزه اوضه نوم، عايزه سفره، عايزه، هيعرضوا عليكم حاجات كتير. وطبعا الناس اللي هي بتبقى رايحه اول مره ما تعرفش حاجه بتبتدي تسال على الحاجه اللي هي عايزاها، دي بتبقى سماسره بياخدوكوا بيودوكوا لمحلات معينه، وبياخدوا منكم فلوس، يعني عشان المساعده اللي هم بيعملوها دي بياخدوا منكم فلوس. فطبعا اللي بيبقى نازل بقى على فيديو عارف هو رايح فين وعند مين ومعاه رقم تليفون المحل اللي رايحه ورقمه وهو في انهي دور وفي انهي مبنى، ده بيبقى بالنسبه له سهل جدا ان هو يوصل للمكان بدون اي وسيط. بصوا ده العسكري بتاع اوضه النوم. اوضه النوم بصراحه حلوه جدا، والتسريحه بتاعتها فيها فكره جميله، الاوضه كلها تحفه بصراحه. بصوا كمان الصالون ده برضو حلو قوي. الصالون ده كان ب 15,000، يعني ده اللي اتقال لي سعره، ده كان موجود يعني وقالوا لي سعره 15,000 جنيه. برضو شكل الصالون حلو جدا. فزي ما قلت لكم كده، الناس اللي بتروح على محلات معينه، يعني انا في معظم فيديوهاتي بقول لكم المحل في انهي مكان، في مبنى ايه، رقم المحل، ودايما دايما دايما بسيب لكم رقم التليفون. فارجوكوا يعني خليكوا مع صاحب المعرض على التليفون لحد ما توصلوا له، عشان ما يحصلش معاكم اي دروب او اي مشكله ان هو ياخدكم مكان تاني او عند حد تاني او ياخد منكم فلوس، يعني الحاجات دي في ناس كتير بتشتكي منها، فخلوا بالكم من الموضوع ده. شعبان رقم المحل بتاعه 110، 110,000 الدور الاول مبنى الف، ورقم تليفونه موجود قدامكم. طبعا في ناس كتير قوي اتعاملت معاه، في ناس كتير قوي عارفه مكانه فين ودايما على تواصل معاه وبياخدوا منه شغل دايما، فيعني معروف عند ناس كتير. دي ترابيزه الصالون برضو حلوه جدا، الازاز بتاعها حلو قوي، السمك بتاعه يعني كويس جدا، والترابيزه كلها بصراحه شكلها حلو. في كمان كان في تابلوهين، بصوا التابلو ده حلو قوي قوي قوي، شكله تحفه. في تابلو تاني برضو هنشوفه برضو مع بعض خلال الفيديو. دي كمان اوضه نوم تانيه، بصراحة من الناس اللي بيبقى عندهم موبيليا حلوة جدا، أخشاب حلوة جدا، وأذواق كمان حلوة. شعبان من ضمن الناس اللي بتبقى عندهم موبيليا مستعملة، خشب محترم جدا وكمان جودة عالية جدا. بصوا هنا دي كانت تسريحة. بصوا على فكرة، بصوا الشغل لسه جاي، يعني لسه ما تنفطش حتى، ما تعملش فيه أي حاجة. ودي كمان تسريحة تانية، دي تسريحات كده فرداني، يعني مش تبع أوضة نوم ولا حاجة. دي أوضة نوم تانية برضو حلوة جدا، لونها حلو وشكلها حلو جدا، بسيطة كده وهادية. طبعا انتوا عارفين طول شهر رمضان تقريبا يعني ما كانش فيه شغل قوي، برضو في العيد هما اخدوا اجازة طويلة، نازلين بقى يعني ايه
بكامل استعدادهم وبكامل طاقتهم عشان يبدأوا بقى شغل شهر وشهر، ومأجزين مش مأجزين طبعا، هم شغالين وكل يوم في السوق، بس الحركة كانت بطيئة وما كانش في حركة قوي في السوق. كلنا عارفين ان شهر رمضان كان يعني الناس كلها انشغالها بالأكل وانشغالها بلبس العيد، الكحك والبسكوت، يعني الحاجات الطبيعية اللي احنا كلنا بننشغل فيها، فكانت الحاجات دي ما كانش عليها رواج قوي. الأوضة دي كمان حلوة جدا. في برضو هنشوف مطابخ، يعني عشان تبقوا عارفين الناس اللي بتطلب مطابخ، هنشوف النهاردة مطابخ، مطابخ خشب كلها وحلوة جدا وهتعجبكم بإذن الله. الأوضة دي كمان حلوة قوي وبسيطة جدا. الأسعار بقى يا جماعة هتتواصلوا مع شعبان، يعني المفروض ان انا صورت الفيديو ده امبارح، النهاردة بينزل لكم، فيعني هتتصلوا بيها هتبقى الأسعار كلها اتظبطت ان شاء الله، وهيبقى كل عارف كل أوضة سعرها كام، فان شاء الله هيفيدكم في الأسعار. الأوضة هايلة بصراحة جميلة. دي كانت موجودة قبل في رمضان، كانت موجودة قبل رمضان كمان، وكان سعرها برضو كنت منزلها فيديو قبل كده بس بصراحة مش فاكرة قوي، فلو رجعتوا للفيديوهات بتاعت شعبان هتلاقوا سعر الأوضة دي فيها. بس هي الأوضة بصراحة شكلها حلو، فكرتها حلوة، يعني لازم ارجع لها تاني بصراحة، هي من الأوض اللي فيها أفكار وفيها شكل، مش أوضة عادية، مش شكل عادي أو حاجة مش متعودين عليها. دي التسريحة بتاعتها برضو فكرتها حلوة جدا وشكلها شيك جدا. طبعا من الحاجات اللي بتبقى يعني انا بحترمها جدا وبحس ان هي ليها رونق وليها قيمة، ان اوضة النوم يبقى التسريحة بتاعتها ليها رخام، الكومودينو ليه رخام، بتبقى حاجة حلوة جدا وعملية جدا كمان. اي نعم بتدي تقل شوية بس بتبقى عملية اكتر من الازاز. المطابخ بقى هنشوف مع بعض هنا كذا مطبخ عنده من اول متر لحد 1.60 متر، دي المطابخ اللي موجودة عنده. المطبخ ده حلو جدا برضو شكله جميل. في كمان المطبخ ده هما المفروض المطابخ دي هتخش محل من محلاته، بس طبعا هو كان ايه راصصها كده يعني بيجهزها عشان يدخلها محل من محلاته، فقلت برضو لازم اصورها لكم، لان في ناس كتير بتسألني على المطابخ دي اجيب منين وموجودة فين. ده اعتقد ان هو الموتيل مش خشب، يعني نلاقي فين حاجة كويسة، فان شاء الله الحاجات دي كويسة جدا، اخشاب حلوة وكمان المساحات بتاعتها مش كبيرة للناس اللي بتحب الحاجات الصغيرة، هتلاقي من اول متر لحد 1.60 متر. المطبخ ده كمان حلو قوي. نشوف كمان المطبخ اللي جنبه، بس حاجات صغيرة كده يعني للمطابخ الصغيرة تقضي الغرض معاكي، وحالتهم ممتازة وبالرخامة بتاعتهم زي ما انتوا شايفين كده. في كمان معانا الدولاب الظريف ده برضو حلو قوي، هو دولاب كده فرداني مفيش معاه حاجة تاني. طبعا احنا ما شفناش في الفيديو ده اوض اطفال، فهنشوف دلوقتي مع بعض الاوضه الجميله دي. الاوضه دي حلوه قوي معاها التسريحه، كومودينو واتنين سرير ودولاب، السرير بتاعتها جميله، اوضه هايله بصراحه حلوه قوي ولونها كمان ظريف. طبعا كل الاخشاب دي زان، مفيش حاجة فيها خشب، يعني خشب اي كلام، يعني كله زان في زان، يعني ما تقلقوش من الموضوع الخشب، يعني هتاخدوا اخشاب حلوة جدا ان شاء الله. في كمان الاوضة دي حلوة قوي قوي قوي، دي اوضة كده ظريفة وجميلة. بصوا دي التسريحة وده العسكري
اوضه حلوه جدا، وتحت هتلاقوا السرير وكمان مرايه التسريح، شكلها حلو جدا وهاديه كده وبسيطه. ده السرير اهو، المرايه ورا. الناس بقى اللي عايزه تروح سوق التونسي ودايما تسالني نركب ايه او نروح ازاي سوق التونسي، يا جماعه تركبوا اي حاجه، راح السيده عيشه، ومن السيده عيشه بتركبوا ميكروباص اخر السور بينزلكوا عند اخر سور المجزر الالي، بتاخدوا توك توك يدخلكوا لحد السوق جوه. بالنسبه للسيده عيشه دي اسهل حاجه واضمن حاجه تقدروا توصلوا بكل سهوله للسوق. ممكن بقى لو انت عايزه اي مواصله من عندك يبقى اي حاجه، راحه المقطم، راحه القطاميه، راحه كارفور، راحه يعني اي حاجه طالعه طريق الاوتوستراد هتوصلكوا للسوق ان شاء الله. برضو هتطلبوا من السواق ان هو ينزلكوا اخر سور المجزر الالي، ومن هناك بقى تدخلوا على سوق التونسي، في يعني تقعد توك توك وتخشوا لحد جوه. طبعا انتوا عارفين سوق التونسي طول الاسبوع شغال مش يوم معين. الاوضه دي كمان حلوه قوي قوي، بس شكلها جميل جدا. زي ما قلت لكم كده السوق كل يوم شغال، بيشتغلوا من الصبح لحد قبل المغرب، يعني طول الاسبوع موجودين. الشغل بيبقى امتى كويس وبيفرشوا شغل عشان البيع وكده، بيبقى يوم الاربعاء بيبتدوا يفرشوا شغل جديد عشان سوق الجمعة. انتوا عارفين يوم الجمعة بيبقى فيه سوق بره، فبيبقى فيه رواج في السوق جوه كمان، بره وجوه، يعني بتبقى الدنيا كلها شغالة، سواء كان المناولة او سوق التونسي او المبنى الجديد اللي الناس ابتدت تدخل فيه وتفرش شغلها فيه. وكمان سوق التونسي نفسه بيبقى برضه فيه رواج كبير جدا، سواء كان للموبيليا او للاجهزه، ايا كان اللي موجود هناك او الرفايع، كل حاجه بتبقى شغاله يوم الجمعه كويس جدا. لكن انتوا ممكن تنزلوا اي يوم في الاسبوع هم شغالين وموجودين، خصوصا الموبيليا طول الاسبوع شغالين ما شاء الله. عنده شويه مجموعه اوض نوم يعني كل واحده احلى من التانيه، اوض حلوه جدا. الناس اللي بتحب مثلا شافت حاجه ومحتاجه ان هي تاخدها، يعني في ناس كتير بتكلمني احنا ما بنقدرش ننزل نروح الاسواق دي، هل يا ترى لو احنا عجبنا حاجه ممكن ناخدها؟ في هناك عربيات بتبقى موجوده في السوق، العربيات دي بتوصل لاي مكان، يعني ممكن صاحب المحل يشحلك الشغل اللي انت عايزاه في عربيه معينه، والعربيه دي لما توصل لك السواق يحاسبك وياخد منك فلوس الشغل اللي انت طالباه. بيبقى الموضوع مفيهوش اي مشكله خالص. كمان الاوضه دي حلوه قوي قوي قوي، دولابها كده كبير، يعني الناس اللي بتحب الدواليب الكبيره بصوا شكله حلو قوي، وفوق التسريحه والكومودينو، بصوا هنا كمان مرايه التسريحه والسرير، شكلها حلو جدا. وبرضو يا جماعه وانتوا بتشتروا اي موبيليا اي اخشاب، يفضل ان يبقى معاكم نجار. لو انتوا مش بتفهموا في الحاجات دي فيا ريت يبقى معاكم نجار عشان يقدر يفيدكم ويقول لكم على الحاجات الكويسه فين، عشان ما تدفعوش فلوسكم على الفاضي. يفضل جدا جدا الناس اللي مش بتفهم في الاخشاب يبقى معاها نجار، عشان طبعا صاحب المحل بيبقى عايز يبيع، المهم عنده ان هو يطلع الشغل اللي عنده، فبيحاول بقدر الامكان ان هو يقنعك بالجوده وبالحاجه اللي انت هتاخدها حتى لو هي عكس كده. فانت لو يعني متفهموش في موضوع الاخشاب ده فخليكوا افضل في يبقى معاكوا نجار، حتى لو هتدفعوا زياده شويه للنجار مش مشكله، في سبيل ان تاخدوا حاجه كويسه ومضمونه. كده احنا جولتنا خلصت في سوق التونس الحضاري عند شعبان الفيومي، وشفنا كمان الركنه اللي بتتفتح سرير دي، وهنشوف كمان الكنبه التانيه اللي بتتفتح صحاره. خلاص الفيديو كده بتاعنا خلص، يا رب تكون جوله النهارده عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناه، وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الجوله، ويا رب تنال رضاكم، والموبيله اللي انتوا شفتوها دي تكون عجبتكم. اشوفكم في جوله جديده، باي باي.